الأمل رجع من جديد لكل الوافدين على أرض المملكة العربية السعودية، خاصة المصريين، بعد ما فاجأت إدارة الموارد البشرية بالمملكة عدد من أصحاب المهن الهامة بقرار عاجل هيفتح ليهم من تاني سوق العمل في بلاد الحرمين. إيه اللي أعلنت عنه السعودية بالنسبة للوافدين؟ وإيه هي الوظائف اللي اتلغت فيها السعودة وبقت متاحة لكل الوافدين؟ ليه قررت تعتمد على غير السعوديين فيها؟ أنا آية يونس، تعالوا نعرف كل التفاصيل في التقرير اللي معانا ده. على مدار الفترة اللي فاتت كان كل الكلام عن قرار إدارة الموارد البشرية بالاعتماد على المواطنين السعوديين في بعض القطاعات والوظائف المهمة، وده القرار اللي خسر بسببه الآلاف من الوافدين وأغلبهم مصريين لوظائفهم اللي بقالهم فترة طويلة قوي فيها في السعودية. خلال الساعات اللي فاتت أصدرت إدارة الموارد البشرية السعودية قرار تضمن عدد من القطاعات والوظائف الهامة في السعودية تم إلغاء السعودة فيها والاعتماد من تاني على الوافدين منهم بسبب خبراتهم الكبيرة، بعدما أثر القرار على نتائج العمل بيها بعد سعودتها. تضمنت القائمة وظائف إدارة الموارد البشرية وقطاع شؤون العاملين والعمل، موظفي الشكاوي ومسؤولي الاستقبال، ضباط الركن والمحاسبين وقطاعات الجمارك والمواني، ضباط الأمن الخاص وموظفي استقبال المرضى. إدارة الموارد البشرية في المملكة قالت كمان إنه بإمكان الوافدين العمل في قطاع التوريدات الحكومية وإدارة التوريدات النسائية، وكمان في وظائف التخليص الجمركي، ودي الوظائف اللي كان مقتصر العمل بها بس على السعوديين، ومنها برضو وظائف المستشفيات سواء كانت أطباء أو تمريض، وكمان السواقين والصيادلة ومندوبي المبيعات والعوامل المساعدة لأطقم التمريض والمحلات التجارية وغيرها. ركزت إدارة الموارد البشرية على بعض الوظائف يمنع على غير السعوديين العمل بها كمدير التوظيف، مدير علاقات الناس، مسؤول الخدمة في الأماكن الحكومية، وكمان مدير أول الموارد البشرية ومدير أول المراكز التسويقية ومدير الزبائن ومدير الصيانة ومدير المراكز التجارية. وشمل قرار السعودة العاملات في محلات بيع مستلزمات السيدات وكتاب الشكاوى في المؤسسات وضباط العموم في الأماكن الحيوية ومدير العلاقات الحكومية ومدير الاستقبال في المؤسسات العامة وغيرها. نبهت إدارة الموارد البشرية من العمل في وظائف مسعودة، وفي حالة ضبط عامل وافد بيها هيدفع غرامة 20,000 ريال، ويدفع صاحب العمل غرامة قدرها 25,000 ريال مع تحمله كافة النفقات أثناء العمل. وإذا تم ضبط عامل في وظائف خاصة بالنساء هيدفع صاحب العمل غرامة 10,000 ريال. وضعت إدارة الموارد البشرية بند جديد بيتضمن فرض غرامة 5,000 ريال على الوافد في حالة عدم التزامه ببنود العقد الموقع مع صاحب العمل. كمان من ضمن القرارات الجديدة توقيع غرامات على صاحب العمل في 3 حالات، الأولى 5,000 ريال في حالة عدم توقيع عقد مسجل مع العامل، الثانية 15,000 ريال في حالة إكراه العامل عامل او اجباره على العمل معاه، وفي الحاله الثالثه توقيع غرامه 5,000 ريال في حاله ثبوت عدم تسليم صاحب العمل مصوغات التعيين للعامل عند انتهاء تعاقده. اخيرا بقى عاوزين تعليقاتكم، يا ترى القرار ده رايكم ايه فيه؟ ازاي المصريين يقدروا يستفيدوا اكتر من خلاله؟ شاركونا في التعليقات.